السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله هاد الناس يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم كلها طيبة ان شاء الله. كنشكر بزاف البنات اللي كيسولوا فيا نزهة كي بقيتي كي وليتي، اللهم لك الحمد البنات، الحمد لله على كل حال. المهم وليت شوية الحمد لله كما كنقولوا نقصتها، اللهم لك الحمد. شكرا لكم على السؤال ديالكم، الله يسول فيكم الخير والربح. المهم البنات في الفيديو ديال اليوم غادي نجاوبكم على بعض الاسئله ديالكم، غادي نشارك معكم الجديد اللي منزل هذا الاسبوع هذا في ليدل. انا عارفه بزاف ديال البنات كيعجبهم بحال هذا الفيديو هذا اللي كنزل لكم في اول الاسبوع، كنشارك معكم الجديد وبحال هكا كنستافدوا مع بعضياتنا. المهم بالنسبه للسؤال الاول، بزاف ديال البنات مؤخرا في التعليق كيخليو ليا نزهه منين خديتي هاد الشجيرات هادو اللي منزله في الكوزينه. هادو البنات راه ماشي شجيرات، راهم غير شميعات، ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه فيهم الفتيله كيشعلوا بحال الشكل ديال الشميعه، غير انا ما بغيتش نشعلهم، قلت نخليهم غير ديكور حيت عارفه ان فوا غادي نشعلهم غادي يذوبوا في ساعتهم، ما فيهمش بزاف ديال الشمع. هادو راه غير شميعات البنات كيف ما كتشوفوا، ومصايبينهم بحال الشكل ديال وريده ديال الشجيره، دايرينهم في المحيبق بحال هكذا. هادو كنت خديتهم من غير من عند الشناوه من المحلات الاسيويه تقريبا بشي اورو اورو 20 باش كنت واخداهم. شفتوا شكيلهم شحال زويون، غير شميعه كتشعل. المهم انا حطاهم ديكور وانتم الا بغيتوا تاخذوهم وتشعلوهم دبروا راسكم. المهم راه في سعيدوا بالشمع ديالهم حيت فيهم غير شي شويه. كاينه حتى هذه اللي بحال الشكل ديال الصبار، شفتوا زويونين شكيلهم. انا واخده منهم دايره هذوك الثلاثه تما وليت كنحطهم تما على شكل ديكور تما في الكوزينه، وعندي شي وحدين مفرقاهم بحال هكا في الدار، كاينين شي وحدين دايرهم في الحمام شي وحدين غير هنايا في الكوزينه. المهم البنات كما قلت لكم هادو راه تلقاوهم في المحلات الاسيويه، فيهم بزاف ديال الشكيلات ودايرين لهم كما قلت لكم راه ما كيفوتوش اورو 50 هادو. بالنسبه للسؤال الثاني اللي كتسولوني ديما البنات، بزاف منكم فاش كنكون كنوجد شي وصفه ولا كنكون كنشارك معكم شي حاجه، بزاف منكم كيخليو لي في التعليق نزهه ديما البوطه ديالك كتلمع، ديما البوطه ديالك نقيه باش كتمسحيها. صراحه انا كنت شاركت معكم في واحد الفيديو بالتفاصيل، كنت درت لكم التنظيف العميق ديال البوطه غاز بالبيكربونات الصودا والخميرات الحلوه والخل، وبزاف البنات غيكونوا ما شافوش. انا غادي نحاول نجبد الفيديو نخليه لكم لتحت في صندوق الوصف، ولكن دابا غادي نوريكم المكونين واحد جوج منتوجات اللي اساسيين عندي في الدار كنضف بهم ديما البوطه. انا متعوده البنات ديما مورا الفطور كنمسحها كندير لها مسيحه، مورا الغدا كندير لها مسيحه، مورا العشاء عاوتاني كنمسحها، داكشي علاش ديما البوطه كتشوفوها عندي ديما نقيه. انا غنوريهم لكم ها نتوما البنات، هاد الجوج ما كيخطاونيش نهائيا من الدار، كناخذهم من ليدل وثمنهم رخيص. راه سبق ليا وشاركتهم معكم شحال من مره في التقضيه ديال الشهر. المهم البنات هذا عباره عن مزيل للدهون بالصابون ديال مارسيليا، هذا البنات راه كنديروه في الحيط في الحوض اللي كنغسل فيه الماعن في الفران كنظف به الفران. المهم هذا كيقضي على الدهون، راه كاين حتى في ماركات اخرين باثمنه شويه زايده، ولكن انا كناخذ ديما هذا من ليدل، ما كاينش فرق ما بين هذا ولا بين ماركه اخرى، بحال بجوجهم كيقضيو الغرض. بالنسبه لهذا البنات عباره عن كريمه بالحامض، هذا حتى هو هذا كنديرو مره في الشهر كنضف به البوطه، كنديرو على البوطه وكنخليه واحد شويه وكنحك بالجيكس، هذا كنديرو غير مره في الشهر. اما هذا عندي ديما يوميا في الاستعمال اليومي، بحال هكا ملي كنفطروا لهذا كنرش الرشيشه وكنمسح البوطه، مورا غدا كما قلت لكم هكذاك مورا العشاء، داكشي علاش كتبقى عندي ديما البوطه نقيه. هذا البنات راه متعدد الاستعمالات، راه سبق ليا وشاركته معكم في شحال من فيديو، كيمكن لكم تنظفوا به الفران البوطه، تنظفوا به الحيوطه من دسام لدام، كيمكن لكم حتى الا كانوا عندكم الطبايع في الحوايج ترشوا على الحوايج تخليوا واحد شويه صافي وتفركوا بين يديكم الطبعه ما كتبقاش نهائيا. المهم البنات انا كناخذهم غير من ليدل، وكما قلت لكم كاينين باسامي اخرى ماركات اخرى وزايدين شويه في الثمن، ولكن راه نفس النتيجه اللي كيعطيو الاخرين اللي غاليين هما اللي كيعطيو هاد المنتجات ديال ليدل. هادو هما جوج المنتجات اللي كنظف بهم البنات ديما، زائد جيكس والحلفه راكم عارفين داكشي. ان شاء الله دابا نعاود ندير معكم شي تنظيف عميق للبوطه بالتفاصيل ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.
كيمكن لكم البنات تنظفوا به حتى الطبايع اللي كيكونوا مثلا فوق الفوتويات، فوق الديفاني، ولا بحال هكا اللحوفه كديروا فوق الطبعه، غير شي شويه كتمسحوا بشي شيفونه اللي تكون فاسقه، ما كتبقاش البنات نهائيا. داكشي علاش قلت لكم راه متعدد الاستعمالات، كينفع بزاف في الدار وصافي. وبالنسبه للجكس راه كناخذ هذا، راه معروف هنايا كاين في كاع لي سوبر مارشي، هذا باكيه كتكون فيه 10 ما واصلش اورو، زوين هذا. هو باش كنحك البوطه بعض المرات، هو باش كنحك الماعن لانه ديجا فيه الحامض، ما كتحتاجو لا صابون البلدي لا والو، كندير غير شويه بعض المرات الا كانوا الماعن مسخن حاشاكم، كندير غير شويه ديال هاد الكريمه في الماعن وكنحك بهذا. ان شاء الله دابا كما قلت لكم نشارك معكم بحال هكا الحيل والافكار ديال التنظيف، شحال هذه ما بقيتش نزلتهم معكم في الفيديوهات. قبل ما ندوز نشارك معكم شنو الجديد هذا الاسبوع، هذا كيف ما كتشوفوا مكتوب قدامكم في هذا الفولانتينو ديال هذا الاسبوع، بوني فيستي، اعياد سعيده. حتى انا كنقول لكم بهذه المناسبه هذه ديال راس السنه كنقول لكم سنه سعيده، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه والرزق والتيسير وبكل ما تمنيتوا ان شاء الله تحققوه. مهم لا علاقه بالاحتفالات ديالهم، انا كنبارك لكم اننا كننتقلوا من سنه لسنه، كنبارك لكم انها تدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. مهم البنات اول حاجه غادي نجاوبكم عليها في هذا الفولانتينو، بزاف ديال البنات كيكتبوا لي في التعاليق نزهه قتلتنا الغموليه قتلتنا الموفا شنو نديروا ليها. صراحه البنات راه ما عندهاش الحل، الموفا راه كاينه في جميع الديور في العالم كامل، في المغرب، في هنايا، في اوروبا، فين ما مشيتوا، ما عندهاش علاقه بدار جديده ولا دار قديمه، ما عندهاش علاقه نهائيا. لان البنات انا كنعرف ايطاليات يلاه سكنوا في ديور جداد، يلاه بناوهم على يديهم ويلاه سكنوا فيهم عام عامين وعندهم الموفا اللي قهراتهم. من بينهم عندي واحد الصديقه ديالي يلاه سكنت في دارها عامين، مشيت عندها غير مؤخرا لقيت عندها الكوزينه السقف ديالها كله كحل بالموفا. يعني الموفا راه ما عندهاش، ولا الغموليه ما عندهاش علاقه نهائيا بالدار، واش جديده ولا قديمه ما عندهاش بعلاقه. كيقول لك لا ما كتحليش الدار، ما كتهويش، ما كتحليش الشراجم، حتى هذه ما عندهاش علاقه بها، سواء حليتي الشراجم سواء ما حليتيهمش كتجي الموفا. راكم عارفين هنايا الرطوبه، وحتى في المغرب بحال هكا، بالنسبه لينا حنا، بالنسبه لي انا ساكنين في الرباط، كتكون الديور فيهم الرطوبه لانهم قريبين للبحر، كتكون شويه ديال الميديتي. حتى هنا البنات الرطوبه كاينه، راكم عارفين الجو، انا تقريبا هاد البلاصه اللي ساكنه فيها اكثر من 10 ايام ما طلتش الشمس، فطبيعي انها تخرج الموفه في الحيوطه. المهم كاين بزاف ديال البنات كيرتكبوا واحد الغلط وكيديروا ليها جافيل، ردوا البال البنات، ردوا البال، راه جافيل يضركم في الصدر ديالكم، في الحلق ديالكم، ردوا البال مع وليداتكم الصغار. الا كنتو غديروا لها جافيل هذا كيتعتبر هو الحل، هو الحل اللي كينقذ منها. الا كنتو غديروا جافيل في شي بيت اللي فيه، ولا مثلا في الحمام ولا في الكوزينه، حاولوا داك النهار ما تدخلوش داك البيت، ما تنعسوش فيه، رشوها وحلوا البيبان وحلوا الشراجم وخرجوا، سدوا الباب كيما سدوا الباب وخليوا غير الشراجم محلولين وخرجوا منه. كنصيحه للناس عندك وراه جافيل كيضر في الصدر. المهم انا غادي نوريكم واحد السبراي، انا ما عنديش الموفه نهائيا في الدار، عندي غير في واحد القنيه في الكوزينه وفي بيت النعاس، غير داك القنت ديال الحيط تكونات ليا فيه، ما عنديش في الدار نهائيا البنات. وديما عندي في الوقيته ديال البرد عندي ديما الدار في 20 درجه، يعني ما كتنزلش على 20، بعض المرات كتوصل 18، قل من 18 ما كتنزلش عليها. المهم البنات بالنسبه ليا انا شنو درت ليه، نقيت الحيط مزيان بجافيل، رشيته وخليته حتى نشف مزيان، ودرت ليه هاد السبراي هادي اللي غتلقاوها منزله هاد الاسبوع هذا في ليدل، ثمنها رخيص كدير غير 3 اورو، ولكن البنات راها رحمه فكاتني وحق الله العظيم. رشيتها مزيان، دابا عامين باش درتها ما خرجتش نهائيا الموفا في دوك البليصات اللي كنت كنعاني منهم كتخرج فيهم. انا غنوريها لكم، ها هي البنات كيف ما كتشوفوا معايا. هاد السبراي هادي راه مكتوب عليها سبراي انتي موفا، فيها اترو دايره 2 اورو 99، والله البنات هي اللي فكاتني. المهم الا كانت عندكم الموفا بزاف راه ما غاديش يقضي لكم هاد السبراي هادي وحده ولا جوج. المهم انا كما قلت لكم ما عنديش البنات، عندي غير في واحد جوج قنوطه في القنيه في الكوزينه وقنيه في البيت النعاس، داكشي علاش قضيت عليها ما بقاتش كتخرج نهائيا. كاينه حتى الصباغه الفيرنيتش الانتي موفا اللي خاص بالموفا، ولكن البنات راه واخا ديروه غير تضيعوا فلوسكم، بزاف الناس اللي كنعرفهم صبغوا به الدار كامله
ومع ذلك خرجات لهم لا موفا. يعني راه ما كاينش الحل ديالها. ما عرفتش انا شنو البنات اللي معنا في القناه ولا اللي عندهم الموفا وقضوا عليها، خليو لينا في التعاليق ونفعونا حتى نتوما. الا كاين شي حل اللي كيقضي على الموفا شاركوه معنا في التعاليق باش نستافدوا مع بعضياتنا. راه صراحه كتعطي واحد المنظر خايب ملي كتخرج في الحيوطه، كتبان بحال الوساخ، بحال انتي معفونه ما كتجمعيش دارك. هذا هو المعنى ديالها والله البنات. المهم انا شاركت معكم هذا السبراي عن تجربه، راه غتلقاو منزل هذا الاسبوع هذا في ليدل، ها هويا. وكاينه حتى الصباغه كما قلت لكم، كاينه الصباغه العاديه وكاينين كاع لي زاكسيسوار ديال لي زاكسيسوار بحال هكا ديال الصباغه. ولكن انا غالبا الا بغيت نصبغ ولا شي حاجه ما كنصبغش فوقيته ديال البرد، كنخلي حتى الاخر ديال شهر ثلاثة ولا شهر أربعة حتى كيبدا يسخن الحال عاد كنصبغ الا كنت باغي نصبغ شي حاجه في الدار. غادي نوريكم شنو هما الحويجات الاخرين اللي منزلين. المهم البنات بالنسبه لهذا الاسبوع هذا ما كاينش شي حاجه نيت لي في ليدل بالنسبه للمعان وداكشي ديال الحوايج ديال الدار كما كيعجبوني انا وكيعجبكم حتى نتوما، ما كاينش بزاف. المهم بالنسبه للبنات اللي كيوسولوني على القشده الطريه اللي خاصه بالحلويات، راه كاينه هاد لا مارك هادي ديال اوبلا منزله في كتكون ديما في ليدل، وكاينه حتى الماركه العاديه راه كنت وريتها لكم اللي بنفس هاد الشكل هذا لومبالاج ديالها. المهم هاد اوبلا راه فيها السكر دغيا كطلع البنات، غير كتخصها غير تكون بارده وطلعها دغيا كطلع. في الايامات العاديه كدير اورو 50، راه ناقصين منها الثمن، حتى العسل منقصين منه الثمن. العسل ديال ليدل راه زوين حتى الطعم ديالو لذيذ بالتجربه البنات. وكاين هاد الشوكولاط هذا في الاسبوع اللي فات كانوا منزلين نوتيلا ديال كيلو دايرين لها 5 اورو، وهذا الاسبوع دايرين غير هذا العادي اللي فيها 750 غرام دايرين لها 2 اورو. المهم الماكله راه ما كنبغيش نوريها لكم، راه كنقولها لكم ديما، ولكن شي حوايج الا اثيروني ضروري ما كنشاركهم معكم. فهاد الصفحه هذه البنات كاين داكشي اللي كيسخن بالضو، كاين هاد المنطه هذه اللي كتحط فوق الناموسيه وكتسخنكم، كاين الغطاء اللي كيسخن، المخده كاينه اللي كتسخن الظهر اللي كتسخن العنق. المهم هذه اللي كدار قدامكم بحال هكا تكونوا جالسين كتفرجوا في التلفازه وكتسخنكم. المهم البنات كاين هاد البانتوفه هذه ولا هاد الصباط هذا ديال الضو اللي كيسخن الرجلين دايرين ليه 15 اورو. صراحه انا ما كنزعمش نشري هاد الشيء، كنخاف البنات، كنقول ما ربنا نكون دايرهم ولا شي حاجه تيصدق ضاربني الضو. ما تضحكوش عليا والله كنخاف. المهم فاش كينزلوهم انا كنشوف بزاف الناس كيتخاطفوا عليهم، سيرتو هذا اللي كيسخن الرجلين ما كيبقاش كيطيروا به الايطاليين هنايا. المهم هاد الصفحه هادي فيها هاد الشيء اللي كيسخن الا كنتو مهتمين علاش لا. المهم بالنسبه لهاد الاسبوع هذا ما كاينش داكشي التبقشيش ديال الكوزينه ولا ما عند الكوزينه، ما كاينش البنات. كاينه هذيك الاله اللي كتعبر الطونسيون دايرين لها 25 اورو، كاين الميزان دايرين ليه 20 اورو، كان سبق ليا وخديته من ليدل وصراحه باقي خدام زوين. هاد الصفحه هادي فيها غير داكشي الانتيمو اللي خاص بالعيالات، الحويجات الدخلانيين. المهم اللي اثار الانتباه ديالي هو هاد الشطابه هادي اللي سون فيل، كانوا جوج اسابيع فاتت كانوا حطوا وحده غير ب 50 الاورو، وهاد الاسبوع هذا منزلين هادي ب 140 الاورو. يمكن هادي غيكون فيها شي حوايج زايدين على الاخرى، داكشي علاش طالعه في الثمن. صراحه البنات انا لحد الان ما زعمش باش نشريها، كنت قلت لكم راه عندي مشكل في الماكينه ديال الشطاب ديالي لا سبيرا بولفيري، ولكن الحمد لله صايبتها. ان شاء الله في الفيديوهات الجايين نشارك معكم المشكل اللي كان عندي فيها وكيفاش صايبتها بوحدي في الدار. صراحه باقا جديده، كنت غادي نرميها هكاك ولكن اكتشفت فين كاين المشكل وصلحتها، دابا نشاركو معكم ان شاء الله. المهم هنايا كاين هاد الشطاب هادي، ان شاء الله نهار نزعم ونبغي ناخذ حتى انا بحال هاد الشطابات اللي ولاو دابا موضه سون فيل، راه ضروري ما غادي نشاركها معكم. كاينه هذه اللي كتنقي الحيط، هذه بالبطاريه ماشي بالضوء غير بالباتري، يمكن واقيلا كتشارج حتى بالضوء. اه البنات هذه كتحكوا بها بحال هكا الدوش وكلشي، هذه راه تليق حتى مع الماء ما كتخسر ما والو، دايري لها 30 الاورو. اه بالضوء كتشارجوا وعاد كتخدموا بها، كتبين فيها كتبقى 90 دقيقه مشارجيه. المهم انا بحال هذا الشيء هذا ما كنزعمش عليه، كندير الحلفه وكنفرك البلاصه اللي هذا وكندوز وكنحيد بلا ما نبقى راكم عارفين البنات. المهم صافي ما كايناش شي حاجه اللي اثارت الانتباه ديالي من غير البنات هاد السبراي هذا الالتي موفا، حيت بزاف ديال البنات سولوني في التعاليق راه غتمشيو هذا الاسبوع هذا وغادي تلقاوه ان شاء الله. وصافي كاين هنايا الفيطات ديال الحمام حتى هما زوينين، دايرين جوج
كبار اللي فيها مترو ب5 اورو، وكاينين عاوتاني هنايا 3 لا جوج بحال هكا ديال الضياف دايرين لهم 3 اورو 50. كاينين الكبار ديال الدوش دايرين لهم 6 اورو الوحده. كاين هاد الطابيات هادو حتى همايا. المهم هادو هما الحويجات اللي كاينين هاد الاسبوع هذا. حد هنا غادي نحبس معكم الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا ولو القليل، ونكون جاوبتكم على الاسئله ديالكم اللي كتكونوا ديما كطرحوا عليا في التعاليق. كنقول لكم بالسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليوا لي دائما واللي كتزيد تشجعني. كنعاود نشكر البنات اللي كيسولوا فيا كيفاش بقيت الصحه ديالي. الحمد لله البنات اللهم لك الحمد، كما قلت لكم نقصتها هذه المره. بالسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. نهاركم مبروك.